الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة يا أرحم الراحمين واجعله حجة لنا يا أرحم الراحمين واجعل القرآن شفيعا لنا يا أرحم الراحمين ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم ربنا اجعل القرآن لنا قرينا في الدنيا اللهم ربنا اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا وبيننا وبين الناس وبيننا وبين النار سترا وحجابا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى كل الخيرات دليلا وإماما وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوزنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان وتجاوزنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تقديم أو تأخير أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو زيادة أو نقصان أو تحريف كلمة عن موضعها يا أرحم الراحمين أو تغيير حرف يا أرحم الراحمين يا شكور
عليم. اللهم ربنا اجعله لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك أول عبيدك أول حمائك تواصينا بيدك ماضي فينا حكمك علم فينا قضاء. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وإلى أحزاننا همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات الخلود لنا إلى جناتك جنات الخلود. اللهم أسكننا به الظلال. اللهم أسكننا به الظلال. ألبسنا به الحلل. ألبسنا به الحلل. وجدنا به من النعم. ودفع به عنا النقم. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة. اللهم ربنا اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة ارق اقرأ وارق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. اللهم ربنا اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة اقرأ وارق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. يا أرحم الراحمين يا شكور يا حليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا أهلكته ولا عدوا إلا أهلكته ولا ذليلا إلا أعززته ولا جاهلا إلا علمته ولا جاهلا إلا علمته ولا جاهلا إلا علمته ولا ظالما إلا أهلكته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا أيدته ولا مظلوما إلا أيدته ولا مسافرا إلا حفظته ولا مسافرا إلا حفظته ولا مسافرا إلا رجعته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته يا أرحم
الرحيم ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة أنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضل يا أرحم الراحمين يا شكور يا حليم أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ربنا إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات المسيح الدجال يا أرحم الراحمين إلهنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي غير أن رحمتك هي أوسع لنا الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل بنا وضبور أن تحل بنا وضبور أو تنزل علينا سخطا العتبى حتى ترضى ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي فيها معادنا زيادة لنا في كل خير راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا متقبلا يا أرحم الراحمين يا شكور يا حليم ومغفرة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب يا رؤوف يا ودود يا رؤوف يا ودود لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم ربنا اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم
ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعواتنا وقراءتنا وسائر أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لقد قلت وقولك الحق المبين. أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم ربنا لقد دعوناك فاستجب لنا يا أملنا يا رجاءنا يا أملنا رقابنا من النار. اللهم ربنا اعتق رقابنا من النار. اللهم ربنا اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب إخواننا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا طهر قلوبنا من النفاق. طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا لا تفرقنا من هذا المقام إلا بذنب مغفور. اللهم ربنا لا تفرقنا من هذا المقام إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لا تبور الراحمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا. اللهم ربنا اجعل أخراهم خيرا من دنياهم. اللهم ربنا
ربنا ثبت إيد المسألة موطقهم. اللهم ربنا ثبت عيد المسألة منطقهم. اللهم ربنا ثبتهم عيد السؤال. اللهم ربنا ثبتهم عيد السؤال. اللهم ربنا ثبتهم بالقول الثابت يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا نور قبورهم. ادخلوها بسلام آمنين. ادخلوها بسلام آمنين. ادخلوها بسلام آمنين. من الذين يقال لهم يوم القيامة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. من الذين يقال لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يا أرحم الراحمين. ولا تجعلنا من أصحاب الشمال. اللهم ربنا ارزقنا شربة من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ربنا ارزقنا شربة من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ربنا اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا. اللهم ربنا اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا. وسبها ضيق ملاحدنا. وارحم اللهم ربنا في موقف العرض عليك كل مقامنا. وثبت أقدامنا على الصراط. وثبت أقدامنا على الصراط. وثبت أقدامنا على الصراط. وبيت وجوهنا يوم تسود وجوه العصاة والمجرمين. وبيت وجوهنا يوم تسود وجوه العصاة والمجرمين. ويمن كتابنا. اللهم ربنا يمن كتابنا. ويسر حسابنا. ويسر حسابنا. وثق الموازيننا بالحسنات. وثق الموازيننا بالحسنات يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ارزقنا مرافقة الأنبياء ومرافقة الصديقين ومرافقة الشهداء ومرافقة الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اجعلنا رافعين لراية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا بارك لنا وفي أرزاقنا. اللهم ربنا بارك لنا وفي أهلنا يا أرحم الراحمين. واجعل أولادنا مؤمنين واجعلهم مسلمين.
الأشقياء يا أرحم الراحمين ولا تجعلهم كافرين واجعلهم خير عقب لنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا اجعل أولادنا حفاظا لكتاب الله اللهم ربنا اجعل أولادنا حافظين لكتابك اللهم ربنا اجعل أولادنا حافظين لكتابك اللهم ربنا اجعلنا وأولادنا ممن يقرأ كتابك يا أرحم الراحمين ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته ولا تجعلنا ممن يعمل ممن يتلوه ولا يعمل بحكمه يا أرحم الراحمين يا شكور يا حليم ولا تجعلنا اللهم ربنا يقيم حروفه ويضيع حدوده ولا تجعلنا اللهم ربنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا أرحم الراحمين اللهم ربنا صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفان وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر